تسافر سنتين ضوئيتين لحد الكوكب ده وتعدي السحاب الفضائي وبعدين كده الموضوع بقى صعب قوي. انا كمان شايف كده. كده اقدر اقول ان نظام الملاحه جاله فيروس. الف سلامه. شكرا. ده انذار، خدوا مواقفكم بسرعه. يلا نغني مع بعض، هما 8 كلمات عن سفينة فضاء وطيور مش بتطير. فيجو فيجو فيدو. كريم الأوضة الكبيرة. أنا في البيت ما عنديش أوضة لوحدي أصلاً. حلو. لا مش حلو، أنا كده عندي مشكلة. وإحنا هنحاول نحلها أول ما نصلح نظام الملاحة بتاعنا. إحنا إزاي هنقدر نتحرك من غير نظام الملاحة؟ استنوا، عرفت عن طريق النجوم. كابتن أنت سقطت في مادة الفلك في الأكاديمية. إيه رأيكم في خريطة؟ الظاهر اني نسيت العنوان اصلا. خدوا دوروا انتوا عليه، انا ورايا حاجات اهم بكتير. لما نشوف اهو السبعة. بينجو. طيب اتحرك بينا على السبعة. هو انا بيتهيألي ان هي بتطبق كده. نبقى نطبقها بعدين بقى. أهلا ميمي، نفس الطلب؟ عندك مشكلة؟ بالظبط كده، عندي مشكلة كبيرة جدا ومفيش أي حد حتى بيحاول يساعدني. أنا سامعك. من الأوضة بتاعتي، وأنا طول الوقت كنت فاكرة إن أوضتي هي الأكبر، كنت مخدوعة جدا. لا، انت كده اتهاجمتي من الوحش اللي عينه خضرة. وحش؟ الحسد، يعني تحقدي على حد عشان عنده حاجة انت عايزاها. انا مش عايزة الحاجة اللي عنده، انا شايفة اننا المفروض نتساوى مش اكتر. طب اسمعي مني كلام الكتاب بقى، حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. تعرف اني عمري ما فهمت اي حاجة من اللي بتقولها لي. عارف. ايوه خلاص يا ميمي، خلاص انت كمان علشان نتحرك بالسفينة. هو احنا هنعمل ايه بزبدة الفول السوداني دي كلها؟ الف سلامة. شكرا. نداء الى كل الطيور البطريق، هل تسمعني؟ تمام سيادتك يا فندم. طيب كويس، في مهمة جديدة النهاردة، في نزاع اقليمي في كوكب بيكت، يعني اعتصام، عايزكم تروحوا هناك وتحلوا المشكلة بسرعة. الموضوع مش سهل المرة دي، الأمور فعلا بتتصاعد بشكل مخيف، الأسوار والحواجز بتبعد الناس عن بعضيها. مهمتكم المرة دي هتمنع حروب كتير.
في حاجة بتضحك في كلامي؟ لا يا فندم ده أنا مش فاهم بتضحكوا على إيه. أنا بقول إن الأمور بتتصاعد ولازم نحط لها حد. أنتوا فاكرين نفسكم رايحين رحلة ولا إيه؟ إيه اللي بيحصل عندك يا كابتن؟ ممكن أفهم فيه بالظبط؟ لا مفيش حاجة يا فندم، هنتحرك دلوقتي حالا. كويس جدا، أنتوا أنسب ناس للمهمة دي. عندكم ثقة، إخلاص، جدية، عقل، محبة، طيبة، طاعة، شجاعة ونظافة، دقة، نظام، انضباط، احترام. غريبة، الكوكب شكله حوالي سور. أنا هحدد الإحداثيات، استعدوا للهبوط. الهبوط المرة دي أحسن بكتير، برافو يا ميجو. الجردل ده مش هيطلع. بص خروف. يا جماعة البعثة اللي هتستقبلنا هيكون فيها نوعين من ديول الخرفان. تحب أتكلم أنا معاهم؟ شكرا. لا بلاش، السكان هنا محتاجين حد يبصوله باحترام ويخافوا منه. دكتور فيدو ميجو يقدروا يتفهموا معاكوا أكتر، إحنا التلاتة هنتصرف في المشكلة اللي هنا. شكراً على الآيس كريم، يلا بينا نتحرك بقى. إزيكوا؟ هو حضرتك؟ أنا اسمي أبو صوف، القائد الأعلى لكوكب بيكت. وأنا كابتن فيدو من الاتحاد، أنا هنا علشان أساعدكم في محنتكم. يا جماعة، عدي شيل ده. ما علينا، بالنيابة عن الاتحاد أحب أقول لكم إني سعيد جدا إني شفتكم. خدت بالك؟ شفتكم. فهم؟ شفتكم. أنا بمام أيازيد. يا ترى في حد غيره نقدر نكلمه؟ لا، يا إما هو يا إما بلاش. شفت. عاوزة أسأل على حاجة، حد فيكو عنده شعاع ناقل أو حاجة زي كده يسلفولي؟ ممكن أسألك ليه؟ هقولك، أنا عاملة خطة، إحنا ننقل كل حاجة من أوضة ميجت لأوضتي، وكل حاجة من أوضتي لأوضته، ونغير يوفة الأسماء برضو، وهو عمره ما ياخد باله. بس ده تصرف عادل يا ميمي. أيوة عادل بالنسبة لي. ده بالزبط نفس شعوري. لمؤاخذة. ممكن بعد إذنك. معلش. بعد إذنك. أنا آسف. لمؤاخذة. لحظة واحدة. خرفان الوطن، انتبهوا لكلماتي. اليوم نواجه أخطر مشكلة يمر بها كوكبنا منذ اختراع الملابس الصوفية. إحنا هنا في كوكبنا دايما بنشوف إن الأكل بتاعنا بيبقى أكتر في الناحية التانية. ساعدوني انا هعمل كده لوحدي. يلا يا روبوت، طلع كل حاجه من الاوضه دي وحطها في اوضه ماجد. هاجم الشراب بتاعي؟ لا قصدي قصدي بص اهو. ولذلك في الختام لا استطيع الا ان استدعي فطرتكم الطيبه حتى نتمكن من حل هذه المشكله وننسى هذا الموت ونبدا. أنا آسف جداً، بس أصل عندهم مشكلة هناك. هاجمهم وحش صغنون كده. كريم روح ساعدهم. عن إذنك، عن إذنك، عن إذنك. أوه ده دوري؟ هو زي
زي ما قلت انتوا قدامكم حل الاثنين. وعلشان اوضح لكم ايه الحلول دي جبت لكم معايا خبير في العلاقات الفضائية ماجد. مين انا؟ حاضر، اهلا بكم. الحقيقة انا رأيي كخبير انكم تقدروا تحاولوا تبدلوا المناطق، وبالطريقة دي هتقدروا تعرفوا الزرع اكتر في اي ناحية، وغالبا هيبقى الناحية التانية. نبدل المناطق، رائع، فكرة هايلة. كل من يوافق على تبديل المناطق يقول ما. اتفضلوا بدلوا المناطق. في حاجة غريبة جدا، مش عارف ليه عايز انام. اسكت مكانك. انت بتحطني فيدو، ارجوك تعالى ساعدني. ما انا بساعدك اهو، اعمل ايه تاني؟ ودلوقتي كلنا بدلنا اماكننا كده، كلكم مبسوطين؟ ما تتكلموا يا سلام. مش مبسوطين ليه؟ اهو هناك امسكوا. انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. خلاص شفتوا. ازاي شايفين الزرع اكتر؟ انتوا كنتوا مكانهم. انا بقول لكم الناحيتين زي بعض. هدوء هدوء من فضلكم. انا بقول لكم الناحيتين زي بعض. كويس اننا مش زيهم، صح يا نجم؟ الحقيقة يا كابتن انا ما بقتش عارف. انت فين من بدري؟ ممكن احتفظ بيه؟ ازاي يعني؟ اربيه فار؟ لطيف قوي. المهم تخلي بالك انه ما يطلعش من البرطمان. حد يقول الكابتن ان كل حاجة هنا تحت السيطرة. خلاص يا ماجد، كل حاجة في السفينة بقت تمام. في هجوم يا جماعة، كله يجري بسرعة. وحش تاني؟ مش مشكلة، سيبوه لي. كابتن كابتن اصحى. ايه؟ هي الساعة بقت كام؟ الخرفان دي لازم تنام بقى. فوق يلا يا كابتن، لازم نتصرف. ليه؟ انا لسه صاحي. أغسل سناني الأول وأسرح ويغمى علي. يا جماعة إحنا محتاجين مساعدة. في إيه يا ماجد؟ يا خبر ده كبير أوي. هما بيجوا منين؟ ماجد فين الكابتن؟ منظر مش لطيف. ماجد الوحش اللي عينيه خضرا هو اللي هاجمكم. هو انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ ايا كان اللي هتعمله اوعى تجيبه هنا. بالظبط كده، احنا ما عندناش هنا برطمانات بالحجم ده. حلو قوي. يا جماعه خلوا بالكم ده جعان قوي. يلا يا جماعة. على
فكرة البرطمان ده شكله ماركة كويسة، حد يفهمني لو فضلنا قاعدين كده مين اللي هينفذ باقي المهمات اللي في المجرة؟ ما تخافش يا كابتن، احنا حابسينه. فعلا انت محبوس، فريق اللي حبسك وبأوامر مني. يا جماعة انا قائد جامد جدا، يلا بينا يا رجالة. اسفين يا كابتن، ما ينفعش، ده كده عصيان مدني، ده تمرد. كابتن لو احنا قمنا هو هيخرج. عندك حق. ايه اللي حصل؟ ابدا، احنا جينا عشان نساعدكو، عملنا تصويت، بدلنا المناطق، اتخنقتو وظهر وحش، جبت الفريق بتاعي وخلصنا الموضوع. انت نسيت الجزء اللي اغمى عليك فيه. انا بركز في التفاصيل المهمة. متشكر قوي يا ميجو. الوحش دمر الزرع الجميل بتاعنا، ما بقاش فاضل منه اي حاجة. هو فين الوحش ده؟ يعني ايه فين الوحش؟ ما هو قدامك. الظاهر ان الوحش ده جعان جدا. احنا هنعمل ايه؟ احنا نسيبه يحفر لحد ما يعدي الناحية التانية. هشوف خطة تانية. وحش يعني خطرة، خطرة، وحش يعني خطرة. افتكرت. مشغول يا ميمي. بتهيالي انا عرفت ايه اللي خلى الوحش ده يظهر عندكم. هايل، يبقى ارجوكم قولوا لي ليه. ارجع السفينه، الوحش اللي عينيه خضرا هارب. انا خايفه، ده اكل كل هدومي. انت وحش. انا افتكرت حاجه سول قالها لي، وعرفت ان الوحش ده جه هنا بسببي انا. بسببك؟ معقول؟ ما تلوميش نفسك يا حبيبتي. انت عملتي ايه؟ بجي علشان الحسد، انا اتغصت من حاجة عند ماجد وده اللي بوظ كل حاجة. ما يهمنيش اذا كانت قطي اصغر، انا بحبها ومفيهاش اي مشكلة. ثانية واحدة يا ميمي، الكلام ده بيأثر عليه، قولي تاني. انا كنت غلطانة، انا مش عايزة حاجة من قطي ماجد، انا راضية بالحاجة بتاعتي. يهمنيش اذا كانت قطي اصغر من قطي. أنا مش مصدق اللي بيحصل. ثانية واحدة، أنت بتقولي إن الوحش ده ظهر بسبب الحسد. أيوة. ولو الحل بتاعك إنك ترضي بالحاجات اللي عندك، يبقى الطبيعي دلوقتي إننا إننا إيه؟ إيه اللي هيحصل لما نرضى باللي عندنا؟ اتفضلي يا ميمي، قولي للخرفان الكلام اللي قلتيه لنا. أيها الخرفان، السر إنكم تكونوا راضيين باللي عندكم وتشكروا عليه. كل ما الوحش هيكبر، لازم تحسوا بالرضا. انا اكرر، لازم ترضوا وتشكروا ربنا. عندها حق، الزرع اللي ناحيتنا قد اللي ناحيتهم بالظبط، مش وحش. شكرا. واو، انا اسفه جدا يا جماعه. ولا يهمك يا حبيبتي، كلنا من جوانا بنحب نعمل الخير. انا ما كنتش مرتاح للموضوع من الاول. سول كان عنده حق، القلب اللي بيرضى بيرتاح قوي، لكن الحسد بيفضل ياكل كل حاجه في حياتنا وبيبوظ في جسمنا من جوه لبره، كانه بياكل جزء من روح الانسان. ايوه بالظبط كده، كان في حد جوايا بياكل جزء من روحي. ميجو، احنا مهمتنا هنا انتهت. احسن دلوقتي يا سيستم. تمام يا فندم، اتجه للمجموعة الشمسية التانية ولف يمين. من فضلك روحنا بسرعة. عندنا خرفان كتير، خرفان كتير، خرفان كتير، عندنا خرفان كتير، وانا خلصت ملايه السرير. يا ولاد تعالوا شوفوا تيتا عملت ايه. حاجة على الشمة؟ حاجة ناكلها؟ حسيت الشمة عندك قوية، أنا فعلاً عملت لكم كيك، بس الأول ملاية صوف لكل واحد فيكم. متشكر قوي يا تيتا، حلوة قوي. عشان كده كنت بستخدمي خيط صوف كتير، دي هايلة. عارفين أنا ليه عملت خرفان على كل ملاية؟ علشان إحنا بنجيب الصوف من الخرفان؟ لا، بس أنت كلامك صح. عشان انتي تربيتي في مزرعة خرفان؟ لا، انا ما تربيتش في مزرعة خرفان يا حبيبتي، بس انتي قربتي قوي.
أنا رسمت الخرفان على ملايتكم لأن الخرفان مخلوقات طيبة وبريئة زيكم بالظبط. ميمي طيبة؟ يلا اطلعوا أوضتكم وأنا هجيب لكم حتة كبيرة من الكيكة الحلوة دي. حاضر يا ديدا. الكيكة وصلت وعليها خلطة تيتا المخصوصة من التوت والجوافة وجوز الهند. شكرا يا تيتا. يعني ايه جوز هند؟ دي حاجة زي الكبدة كده؟ لا دي فاكهة مفيدة يا حبيبي. ايه ده؟ الحتة بتاعته اكبر من بيتا. اكبر من ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجة يا تيتا، ده انا مبسوطة قوي بالكيكة بتاعتي. طيب تصبحوا على خير، ما تنسوش تغسلوا سنانكم واوعوا تنسوا تصلوا يا حبيبي. شكرا انك قربتني انا وماجد من بعض اليومين اللي فاتوا، واسفه قوي اني كنت بحسده. وانا كمان المره الجايه هتعلم ازاي ابقى مبسوط بالحاجه اللي عندي وما احقدش على حد عنده حاجه مش عندي. ايوه انا عمري ما هنسى الدرس ده لاني مش عايزه اي وحش يظهر لي تاني وياكل شراباتي. يا رب حافظ على ماما وبابا وزيجو وميجو وفيدو وكريم. امين. لمدة 5 سنين ضوء